وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أسوان مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك. نعم، بعد التحية، يعني لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات للوافدين السودانيين، تحديدا النقاط التي تواجدنا بها اليوم في محافظة أسوان وتحديدا موقف كركر الدولي. هذه النقطة أو هذه المحطة الأولى التي يستقبلها الوافدين السودانيين بمجرد خروجهم من معبري قسط الوارقين ومدينة أبو سمبل. يعني تفقدنا الخدمات الطبية الموجودة تحديدا في موقف كركر، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي. نتحدث عن وجود عيادات متنقلة وثابتة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر المصري من الخدمات الصحية وأيضا تقديم الوجبات الغذائية. وأيضا رصدنا جهود لوزارة الشباب والرياضة في أيضا تقديم بعض الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى الدعم النفسي وتحديدا في نادي الأسرة من منظمة اليونيسيف في تقديم أنواع أنشطة الدعم النفسي المختلفة للأطفال والأسر، وتحديدا في يعني مساعدة الأطفال في ممارسة بعض الأنشطة مثل أنشطة الرسم وغيرها للتخفيف عليهم بسبب الآثار الناجمة عن الاشتباكات، بالإضافة إلى قرية وادي كركر التي تستضيف عدد من الأسر السودانية وتقدم كل المبادرات المجتمعية للتسهيل على الأسر السودانية من إيجاد بعض يعني إيجاد مسكن وأيضا الوجبات الغذائية المختلفة أو الخدمات العلاجية الصحية. أيضا هناك بعض يعني بيان صدر عن محافظة أسوان في لقاء محافظ أسوان بممثل أو مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر للتشاور حول الجهود المصرية المبذولة لخدمة الوافدين السودانيين. وأكد محافظ أسوان على يعني تضافر كل الجهود وكل أجهزة الدولة في تقديم كل خدماتها للوافدين السودانيين في تشغيل العبارات في معبر قسط الوارقين وأيضا في تقديم الخدمات الصحية. تحدث البيان عن تقديم أكثر من 200 خدمة صحية للوافدين السودانيين وإجراء أكثر من 200 عملية جراحية سواء صغيرة أو كبيرة، بالإضافة إلى أيضا أكثر من 150 يعني خدمات غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى توفير 4500 مقعد يوميا في 6 قطارات في محطة سكك حديد أسوان. وفي هذا السياق أثنى مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر على الجهود المقدمة منذ بدء الأحداث والاشتباكات للوافدين السودانيين، ومؤكدا أن هذه تجربة يحتذي بها كل دول العالم، مؤكدا على استمرار التعاون وتوفير كل أوجه الدعم لمصر لاستمرار هذه الخدمات للوافدين السودانيين. فبالتالي تستمر كل الخدمات سواء في معبر قسط الأورقين أو أسوان. جزيل الشكر لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من أسوان.